دي انا خلاص نويت. ان شاء الله يا ماما. طب لو انت شفت حركه غدر تيجي مش كده ولا ايه؟ هتخلي بالك من نفسك؟ ان شاء الله مفيش غدر ولا حاجه يا ماما. طب رايك ان انا قلبي مستريح للسفريه دي؟ ولا قلبي مش مستريح. بعدين بقى تعمليش كده امار. انا مش هنام ولا هتقع غير لما اشوفك قدامي. يا ستي كلها 24 ساعة وتلاقيني واقف قدامك صخ سليم. يا ريت يا ريت، نفسي اشوفك راجع بالسلامة يا نور عيني. خلي بالك من نفسك يا ولد. وبعدين يا اخوانا بقى البيت كده بقى معيطة، ده حتى فين وحش يا محمود. خد منها يا سلطفي معاك، خد منها يا اخوك او امان عليك، تحطه لي بعينك وترجعه لي تاني. ما تخافيش يا ستي علي انا، والله العظيم ما تخافي هيرجع لك بالسلامه ان شاء الله. يا رب يا رب. انت اذا كان فنجانك ما ينزلش الارض، انا بقى منامي ما ينزلش الارض، وانا حلمت لك حته حلم يجعله من حدك ومن نصيبك. خير يا اخوي. ان شاء الله محمود لما يرجع بالسلام كلنا هنفرح فرحه ما حصلتش. يا رب يا رب النبي علم بحالي. يلا يلا نشوف وشكوا بخير. يلا محمود يا رب 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 يا بكره هجيلك بكره ان شاء الله. اجي الاقيك عامله لي محشي. ها سلم على اختك سلطفي ابني في عينك يا ابويا. نور عيني نور عيني يا ابني. مالك يا محمود؟ لا مفيش حاجة. انت خايف؟ والله يا بابا ما عارف اقول لك ايه. انا رايح الصعيد ليه؟ ادفع تمن جريمة ما عملتهاش، واخدك انت معايا ليه ومش حاططك ليه؟ انت مالك من الموضوع ده كله؟ يا ابني هي الدنيا كده، الناس بتدفع تمن حاجات ما عملتهاش. طب ما اتسجنت بدل ابوك، ويمكن ابوك مات بدالي. ما تعرفش الدنيا مرتبة ايه؟ في حاجة تانية عايز اكلمك فيها، ولو انها مش مناسبة اللي احنا فيه دلوقتي. الكلام اللي بتقال ان ده مش مناسبته هو ده الكلام المناسب. قول يا محمود. خايف ليلى تروح مني. وخايف ليه؟ والدتها باين عليها صعبة قوي. باين؟ لا هي صعبة قوي. بس يا حبيبي انا محدش له كلام عليا. انا عباس الدميري، لما اقول لك هتتجوزها يبقى هتتجوزها. فرضا انها مش موافقه هنعمل ايه ساعتها؟ ولا مش انت رايح تقدم كفنك لاولاد مهران؟ هتاخد كفنك تقدمه لام ليلى. شوف يا محمود، احنا مفيش قدامنا في الدنيا دي غير اننا نتفائل ونقول غدا يوم اخر، حتى لو ما جاش الاخر ده. ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إن أوقات يبعت لنا شوية إشارات صغيرة كده تدعوك للتفاؤل، زي العصفورة، شروق شمس، منظر جميل، كلمة حلوة. والنبي يا ابني تنزل عن الشيلة دي. حاضر يا ستي. اتفضل. إلهي يخليك ويراضيك ويفتح البركة فيك قادر يا كريم. ويبعد عنك ولاد الحرام المزيين. شفت الدعوة الجميلة دي؟ اهي دي اشاره.